لسه هنكمل مع اجواء دوري ابطال افريقيا، وعايز اتكلم عن واحد من نجوم القلعه الحمراء، الحقيقه واحد من النجوم اللي بيصنعوا الفارق مع الفريق في الفتره الاخيره، كابتن حسين الشحات. حسين الشحات احرز هدف الفوز في مباراه يانج افريكانز ويواصل تالقه في هذه البطوله القاريه، استطاع ان هو يصل للهدف رقم 20 خلال مسيرته مع النادي الاهلي. بعد هدف حسين اللي اصبح خامس هدافي الاهلي في البطولات الافريقيه، بيتصدر القائمه دي زي ما حضراتكم عارفين طبعا النجم الكبير كابتن محمود الخطيب 37 هدف، محمد ابو تريكه بياتي ثانيا على بعد كابتن خطيب ب 32 هدف، متعب ثالث ب 28 هدف، ثم وليد سليمان 21 هدف. على فكره كانت في ناس معتقده ان الحاوي كابتن وليد سليمان 20، ولكن لا، وليد 21 هدف، حسين الشحات في المركز الخامس ب 20 هدف.